نحكي عن مساحات خضراء واسعة وجميلة، ولما نحكي عن هواء نقي ومناظر جدا رائعة وجميلة، وحتى حيوانات قل ما نشاهد مثلها في الأردن، أكيد نكون عم نحكي عن جنة المأوى في جرش. حتى نعرف أكثر عن جنة المأوى نطلع نحضر التقرير وراجعين. في الطريق صعودا إلى جبل المنارة في مدينة سوف غرب مدينة جرش، يطالع الزائر لهذا الجبل العظيم مساحات كبيرة من المسيجات المتقنة في شباكها الحلزونية ومتانة أعمدتها الحديدية، ومن خلفها تطالعك أشجار تنوعت بين البلوط واللزاب والجيجب والكثير من الأعشاب البرية، فيدهشك المنظر أكثر ويدعوك للدخول إليها من البوابة الرئيسية لمحمية المأوى الطبيعية. علي العتوم وهو المدير الإداري لمحمية المأوى تحدث لنا عن جمعية المأوى وأهم الأهداف التي وجدت من أجلها، حيث قال: سميت بهذا الاسم من أجل الهدف الذي وجدت من أجله، إيواء وحفظ الحيوانات البرية. تأسست منظمة المأوى عام 2011، وتم تأسيس محمية المأوى عام 2016. عدد الحيوانات الموجودة عندنا في المحمية 16 حيوان، 13 أسد ولبؤة ونمر، نمور اثنين ذكر وانثى ودب. باقي الحيوانات الموجودة في المركز في عمان، هلا في جديد نزل عندنا الانثى الدب واسد، وفي عندنا ذئاب وضباع. اهم الاجزاء الغابة الطبيعية، مسيجات الحيوانات، العيادة البيطرية، مبنى استقبال عندنا، بركة الحصاد المائي، مبنى تعليمي. مبنى التعليمي الهدف منه إعطاء المجتمعات المحلية والزوار برامج الإرشادية، البرامج التعليمية عن المحمية وسبب وجودها في هذا المكان. هي مسيجة عبارة عن حظائر للحيوانات بس بشكل كبير، مسيجة من مسيجتين كهرباء والثالثة مسيجة حديدية. مساحة المحمية 1400 دولم، اللي شغال فيها 500 دولم تقريبا. وتشكل محمية المأوى الطبيعية البرية التي تأسست بالشراكة بين مؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين ومنظمة فيبرفوت النمساوية أبرز المحميات الطبيعية على مستوى الشرق الأوسط التي تعنى بحماية الأحياء البرية وتؤدي أنشطة لتنفيذ قوانين الحماية والاتفاقيات الدولية. سيف رواجده مشرف الرعاية الصحية والنفسية للحيوانات، وأثناء لقائنا به قال إنه وبالرغم من أن هذا العمل يشكل خطرا كبيرا علينا، إلا أن حبنا لمساعدة الحيوانات والطبيعة هو الدافع الذي يجعلنا نعمل في كل يوم لخدمتهم. احنا وظيفتنا بس كنترول على الحيوان، اوبزرفيشن متابعة الحيوان، بس التفاصيل الثانية في حال شفنا اي شيء في الامور الصحية في طبيب اطباء بيطريين خبيرين عادة احنا بنلجأ لهم بهيك مواقف. هلا الامور النفسية الحيوان حتى يظل دائما اندر كنترول او تحت السيطرة، فدائما نحاول نلهيه ونخلي حياته طبيعية شوي، نقدم له امور هي اسمها في شغلنا اسمها الانريتشمنت، او هي وسائل التسلية واللعب للحيوان. هلا الطريقه الثالثه اللي بنرعى الحيوان فيها هي الطريقه التغذويه، عن طريق انه بنقدم للحيوان بفترات معينه الاكل المناسب له. هلا الحيوانات مختلفه، عندنا هون الدب وعندنا النمر وعندنا الاسد، هلا كل حيوان له نوع معين من الغذاء، فبنقدم له اياه حسب حاجه الحيوان وبالوقت اللي بده اياه الحيوان. هلا الامور الثانيه اللي واجهتنا غير الحيوان اللي هي زي ما بتحكي المجتمع الخارجي برا المحميه، صعوبة التعامل مع الناس. بتعرف محمية مثل هاي بالحيوانات الموجودة فيها
فريدة شوي من نوعها، يمكن المجتمع المحلي أبناء المنطقة هاي بيشوفوا الشيء هذا شيء غريب، يعني إنه حيوان وأسود وحيوانات مفترسة بحد ذاتها يعني شيء غريب، فبقول لك أنا بدي أشوف هيك شيء كونه موجود بمنطقتي، يعني هاي بحد ذاتها كانت تواجهنا مشكلة، لكن بنوع معين أو بأسلوب معين إنه كنا نقدر نخليهم أقل هدوء الناس هذول حتى نقدر نقنعهم إنه والله في يوم من الأيام راح تكون هاي المحمية الكرة. هي نحن التسلية الموجودة عندنا مثلا نرمي لهم عجل بيلعبوا فيه أو براميل بيلعبوا فيها هيك. كرات بيلعبوا فيها طبعا. كرات اللي هو كمان كياس كاش حتى انه ما بتكون يكون عندهم شيء جديد اللي هي احد خمس بياكلوا بعد هيك بيناموا، لكن بقيه الايام بكون بدهم شيء يسليهم فبنعمل لهم الرسمه. وتشير تقارير المحميه ايضا الى ان انشاء المحميه في هذه المنطقه جاء لدعم المجتمعات المحليه من خلال المشاركه الفعاله مع الجمعيات الخيرية المنتشرة في المنطقة، حيث عملت المؤسسة شراكات استراتيجية مع 4 جمعيات في منطقتي سوف وساكب، ودعمتها بمشاريع مدرة للدخل وخلق فرص عمل للنساء منها، جمعيتان تم دعمهما بقروض دوارة بقيمة 10,000 دولار لكل منهما للاستفادة من مياه الأمطار وتجميعها في أبار حصاد مائي. وهذه هي أول محمية متخصصة بتقديم الرعاية الطبية والتأهيلية اللازمة للحيوانات البرية على المستويين المحلي وال